الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب كلاش رويال، وأيضا نفس الجيش تقريبا، غيرنا به شوية من هو، لكن الفكرة نفسها هجوم الجولم. عندي جيست، هذا شنو جيست؟ مئة وعشرين مجانا عندي. طيب هذا الجيش راح نلعب به. ايضا جولم، شلون تلعب قوة الجولم؟ انا اسويها قوة الجولم، لان الجولم اقوى شي هنا، فراح نلعب به. لعبنا بهذا هم جيش جولم، الان راح نلعب هذا هم جيش جولم. شايفين الاختلاف بين الجيش؟ اختلاف كبير يعني، كلش غيرنا بالهاي. بس هذا الدك الثاني مال الجولم، وان شاء الله الله يوفقنا فيه. راح اقول له بتل، اول شي خل افتح هذا حتى يصير مكان ثلاث صناديق عندنا. الان خلي نفتح الصندوق الرابع. الان عندنا مكان ثلاث صناديق، راح نلعب ان شاء الله ونشوف. على بركة الله نبدي. اللي في هذا الجيش طبعا جيش يعتمد على الاكسير، مدام موجود المعمل مال الاكسير يعتمد على الاكسير. قدمت الإكسير قدام شوية، طبعا انا اخذت شوية خصم من البرج على اليسار ماله، لكن هو ما اخذ شيء مني الان. الآن راح نبدي هجومنا. هجومنا الكاسح إن شاء الله. شايفين هجوم؟ استطعنا نفوز عليه، شايفين؟
صحيح كاس واحد بس استطعنا نفوز عليه. الجيش الجولم قوي كلش، فهذا الجيش الثاني اللي عدل الجولم وافوز به. فتحنا كارت. طيب خيرني بين جهازتين، اختاريتها يعني، ولو ما العب بها انا يعني مو كارت لعبي. راح نلعب معركة ثانية. ما استعجل دائما، اشوف الخصم شنو يهجم. خذ مني وخذيت منه. هاي بس فرصة انزل الاكسير. ما جاي يعطيني فرصة. راح اخسر ال ما خسرت البوز، انا قلت راح اخسر الورد على اليسار. جاي يلعب ما ينطيني فرصة يعني انزل لك اكسير. عنده صاروخ، الان فرصتي نضرب صاروخ راح الاكسير ماله. الآن ألعب براحتي. فرصتي الآن اكسير ويا المضاعف. ايضا فزنا عليه بكل سهولة، شايفين؟ جيش الجولم هذا جيش فظيع يعني. معنا ما اعطاني فرصة حتى انزل اكسير، بس قدرت اتغلب عليه. يلا راح نلعب المعركة الأخيرة الثالثة.
هنسيطر بالكسير. ما علينا بهذا، سيطرنا عليه سيطرة كلية. واستطعنا ان نفوز عليه، شايفين؟ وصندوق ذهب ينطعنا، جميل. ابابي كان هذا جيش الجولم الثاني اللي اجيبه لكم، وراويكم يعني الجولم قوي، كلش قوي. فصار عندنا جيشين، اي جيش تفضلون تلعبون بيه تلعبون بيه. اعطانا جائزة، خلينا نشوف الجائزة. تم فتح التصنيف، يقول مطالبة. بطاقة ممتازة صياد. بعد ما في شيء. هاي طبعا بفلوس اتصور. نعم. فكانت هذه حلقتنا اليوم، جيشين، اختار على جيش وتلعب بيه الجولم. هذا اخوكم ماجد، القاكم في حلقة جديدة ان شاء الله. كلاش رويال، في امان الله.